النحات يوسف لحويك الذي انتشرت تماثيله في معظم المدن اللبنانية وأبرزها تمثال يوسف بيك كرم في إهدن يرغب أقاربه وأبناء بلدته عورة في جمع أعماله المشتتة بعد 50 عاما على وفاته. عام 2012 يمضي على غياب النحات والفنان يوسف لحويك 50 عاما. مجدد فن النحت الذي تأثر في باريس خلال دراسته بفن رودان، هذا البتروني ربيب جبران خليل جبران في الدراسة والفن والعلم تبدو أعماله اليوم مشتتة. يوسف الذي انصاع لرغبة عمه البطريرك الياس لحويك متعمقا في فنون النحت في إيطاليا وفرنسا، عاد إلى محترفه في عورة في أعالي البترون منصرفا إلى فن عشقه حتى الزهد. هذا بعض مما بقي من منحوتات لحويك الذي انتشرت تماثيله في مدن لبنانية عديدة، ولعل أبرزها تمثال يوسف بيك كرم الإهدني على صهوة جواده. الفنان يوسف لحويك ليس فقط لبنانيا ولكن هو تراث عالمي، وشهد على ذلك التمثال الذي هيئه للبابا في رومي والتماثيل التي كانت في له في باريس والتماثيل الموجودة في بروكلين في أمريكا. كثير من منحوتاته فقد والبعض الآخر موزع على ساحات وأديرة ومنازل لبنانية. تميز بالتماثيل النصفية لشخصيات سياسية واجتماعية وأدبية، وثمة نية لجمع هذه التماثيل. احنا كعائلة ورثة لمتحف لحويك نحن بصدد ترميمه من جديد وإعادة بعض المسروقات يلي انسرقت بأيام الأحداث. نحن كمان استردينا قسم منها وحنسترد هلأ القسم الثاني لأحياء هالمتحف من جديد مثل كأنه لحويك بعده موجود. هناك رغبة لدى عائلة لحويك وأبناء عورة للعمل على إبراز ما قام به يوسف لحويك، وهو الذي إلى جانب النحت عرف بالرسم وبعلم الفلك، إلا أن شغفه بالصخر والحجر دفعه إلى الانصراف إلى الإزميل والمطرقة تاركا منحوتات تحكي عن نفسها. نحن حاليا بصدد إعداد لجنة لإعادة إحياء تراث يوسف لحويك يلي هو من أكبر الفنانين والنحاتين، وخاصة أنه كان في جبران، وبالتعاون مع عائلة لحويك يلي هن عم داعمين هالمشروع وعم بيساعدونا فيه، وكمان متوجه لكل المعنيين من مختلف القطاعات بقدر الإمكان شو اللي بيقدروا يساعدونا تيساعدونا. لا شك أن يوسف لحويك واحد من المبدعين ممن لم يأخذ حقه، وإذا كان أقاربه يفكرون في وضع تمثال له عند مدخل عورة فليس صعبا أن تكون هناك التفاتة أيضا من جانب الدولة تجاه رائد من رواد النحت اللبناني.